بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد وورد مايكروسوفت وورد 2016. الفيديو النهاردة عن الفورماتنج، الجروب اللي اسمه فونت، من التاب اللي اسمه هوم الجروب اللي اسمه فونت. كلمة هلو وورد، انا لو اخترت الكلمة دي هلو وورد اخترتها، واقدر اغير الفونت بتاعتي، اقدر اغير الفونتس اللي عندي اللي هي هنا ديت. احنا عندنا في الفونتس في اتنين نوع من الفونتس، السيرف والسانسيرف. السيرف اللي هي بيبقى الحدود بتاعة الكلمات بتبقى فيها حادة شارب، والسانسيرف اللي هي الحروف بتبقى قليلة ما فيهاش حدود، زي مثلا الكوميكس، زي الفونتس، زي ما حضرتك شايف كده اد فونتس او الفونتس العادية الكوميكس كلها بتبقى ما فيهاش حدود او شارب للكلمات، زي مثلا السيرف والسانسيرف. السيرف بتبقى حادة زي ما حضرتك شايف حرف التي كده، حرف البي، حرف الكي. انما مثلا لو جبت لفونت زي دوت هتشوف حرف الام، حرف ما فيهاش، دي كلها سانسيرف. بيبقى عندي الحروف اما فورمال او انفورمال. الفورمال بتبقى كلها سيرف، الفورمال كلها سيرف، والسان سيرف بتبقى انفر. طبعا الفونتس كتير جدا عند حضرتك موجوده على المايكروسوفت اوفيس، بتبقى فيه فونتس كتير جدا حضرتك تقدر تختار من خلالها، وكل ما هتختار حاجه حضرتك هتشوف التاثير بتاعها بيظهر عندي على الكلام. طب انا ما بيظهرش عندي لما بتتحرك كده، ما بيظهرش عندي على جهازي التاثيرات اللي حضرتك بتقولها دي. يعني زي ما حضرتك دلوقتي شايف كلمه هالو وورد مكتوبه بالكريستن ديت، دي ما بتظهرش عندي. اعملها ازاي؟ حضرتك هتضطر ترجع دلوقتي لفايل اوبشن وين يو سيلكت. لما حضرتك بتختار اي حاجه بيحصل ايه؟ انيبل لايف بريفيو، انيبل لايف بريفيو. لو انا شلت ديت للاسف كده وقلت اوكي، اي حاجه بعملها ما فيش بريفيو بيحصل. زي ما حضرتك شايف كده ما فيش اي حاجه بتحصل. طيب اعمل ايه؟ من فايل اوبشن وبنزل هنا اول حاجه عندي انيبل لايف بريفيو واقول له اوكي. دلوقتي حضرتك لما تختار الكلمه وتيجي جاي على فونت تختار اي حاجه، التاثير اللي حضرتك شايفه دوت بيظهر عندي على الفونت قبل ما بختارها، قبل ما بعمل سيلكت. يعني مثلا لو انا اخترت دي كده، قبل ما انا بختارها بيحصل ايه؟ بيحصل لها قبل السيلكشن بيحصل لها بريفيو بتظهر عندي. تمام، بقدر اختار اي واحدة من دول. تمام، اختار كده وقبل ما اختار التنسيق ده بيظهر عندي. دي الفونتس اللي موجودة عندي كلها على برنامج مايكروسوفت وورد. طيب دي بس، يعني انا ما اقدرش اجيب غيرها؟ لا، حضرتك تقدر تجيبها. تجيب غيرها ازاي؟ ان انا دلوقتي لو مثلا لو رحت على الانترنت في عندي فونتس كتير جدا موجودة على الانترنت، وليكن مثلا رحت على ويب سايت زي مثلا اد فونتس، لو جيت عملت هنا في السيرش وقفت على اد فونت او دا فونت، دا ويب سايت جوجل عليها فونتس كتير اد فونت. جوجل لو رحت جوجل فونت في ويب سايت كتير جدا طبعا موجودة عليها فونتس كتير جدا. حضرتك مثلا لو جينا هنا اللغة الإنجليزية، تمام، عجبني فونت معين وليكن ده، متهيألي شبه كتير بس ممكن دوت فالنتاين كيوت، أقول له داونلود هيبدأ يحصل له داونلود عندي. لو رحت لجوجل وليكن الفونت ده، عايزين فونت بس يكون مختلف وليكن ده، تمام، هعمل له داونلود دي كله. كذلك الأمر هروح بقى ل
كمبيوتر عندي زي بي سي واروح على الداونلود فاختار الفونتس اللي انا عملت لها داونلود ودبل كليك الفالنتاين دوت اقول له انستول الفونت اسمه فالنتاين تمام اروح للفونت اللي اسمه ميت كذلك الامر هعمل داونلود انستول فهيبدا يحصل له انستول عندي طيب ارجع بقى البرنامج الوورد عندي وهبدا اشوف هل فالنتاين ده بقى موجود عندي ولا لا او فالنتاين كيوت اللي احنا لسه عاملين له داونلود طيب لا هل ميت دوت اللي هو بتاع جوجل دوت بقى موجود ولا لا بقى موجود اهو تمام يبقى عندي الحاجات اللي انا عملت لها لسه داونلود بقت موجوده اهي ومش موجودين بس على الوورد موجودين دلوقتي على كل مايكروسوفت اوفيس اللي موجود عندي على الكمبيوتر وليكن مثلا اخترنا ده وبقى دوت الفونت يبقى دلوقتي اول نقطه اول خطوه دلوقتي اقدر انفذها في الجروب اللي اسمه فونت اول حاجه الفونتس ديت اقدر اختار من خلالها الفونتس الكتيره اللي موجوده على مايكروسوفت او اروح بقى للانترنت اعمل داونلود الفونتس كتير طيب السايز الحجم لو اخترت مثلا كلمه وورد هلو وورد اقدر اختار هنا من القايمه اللي قدامي اللي بتبدا من 8 9 10 لغايه 72 ده مش اقصى حاجه 72 مش اقصى حاجه ومثلا رقم مثلا 15 مش موجود لا حضرتك تكتب انا مختار دلوقتي وكتبت بايدي 15 انتر عندي السايز 15 السايز ديت اقدر اختار منها او اكتب بايدي نقدر نكتب لغايه كام تقدر حضرتك تكتب لغايه 1600 انا اسف اقدر هنا اختار لغايه 1636 اسف ألف ستمية تمانية وتلاتين ألف ستمية تمانية وتلاتين أقصى فونت أقدر أكتب بيه ألف ستمية تمانية وتلاتين يبقى أقدر أرجع كده الحجم ده كبير 72 عندي دي إنكريز يزود الفونت ودي ديكريز لو دوست كده بقت 80 لو دوست كده 42 اللي قبليها 38 اللي قبليها 36 اللي قبليها 28 وهكذا دي الفونتس وأقدر أعمل لها الديكريز وانكريز من خلال الاي ديت والاي ديت بعمل ديكريز وانكريز ازود واقلل او اكتب بايدي طيب لو انا جيت دلوقتي وقفت على هلو وورلد ديت وعندي هنا في حاجه اسمها سترايك ثرو ايه سترايك ثرو ديت سترايك ثرو اللي هو كاني بشطب عليها بخط واحد بشطب عليها بخط واحد او اقدر اجي هنا ادوس على اللانشر الصغير دوت وعندي هنا في سترايك ثرو واحد ودبل سترايك ثرو بقى كده بخطين كاني بشطب عليها بخطين يبقى عندي في سترايك ثرو وعندي دبل سترايك ثرو طيب لو جيت هنا انا مثلا عايز اقف كده واكتب رمز مثلا زي الميه اتش 2 او غلط الاثنين كده مكتوبه غلط تمام مش بس الاثنين طبعا الاتش لازم تبقى كابيتال كمان الاثنين ديت لازم تكون موجوده تحت فاخترت رقم 2 واعمل لها حاجه اسمها سبسكرايب اللي هي اكس 2 سبسكرايب تبقى موجوده تحت سبسكرايب لو وقفت هنا وحابب اكتب مثلا معادله فيها او مثلا عمليه حسابيه وفيها مثلا هكتب مثلا 2 زائد 2 ودولت طبعا ما بين قوسين و2 زائد 2 مرفوعه لاس 2 طب الاثنين كده مكانها غلط هقف هنا على الاثنين ديت واختار ايه سوبر سكريبت ديت كانت سب سكريبت وديت ايه سوبر سكريبت طيب تعال نطبق اللي احنا قلناه دوت على 2016 هقف كده على 2016 واختار ايه اختار من هنا سب سكريبت طب والعكس 2016 ديت واخليها ايه سوبر سكريبت تمام طيب لو وقفت على ها
هالو وورد، هالو وورد، أقدر أخليها بولد، بولد بمعنى غامق، بولد، كنترول بي، كنترول بي، أو هدوس ألت عشان أفعل كل اللي فوق دوت، كل المنيو اللي فوق، ومن ريبون هروح لإتش، وبعدين بولد رقم واحد، كده أخفتها، ألت إتش، وأدوس على واحد، كده خليتها بولد، تمام؟ إتاليك، اختار هلو وورد، وعندي رمز الإتاليك، كنترول آي، أو زي ما اتفقنا من شوية، ألت إتش 2، أندرلاين، أقدر أختار هلو وورد، واختار underline او زي ما عملنا control u او alt h 3. طيب خلي بالك بقى alt h لو اختارنا 3 وداني بقى للايه، للامكانيات الunderline. اقدر حضرتك تتحرك كده ما بين الاسطر، لو ممكن يكون سطر واحد او دبل، تمام، او اختار اي خط من دول متقطع، تمام، احنا هنختار دبل، تمام، وهرجع لها تاني alt h 3، والمره دي عايز اغير اللون فادوس على حرف اليو، تمام، واقدر دلوقتي اختار اللون اللي انا عايزه وليكن باللون الازرق، وادوس انتر، بقت هلو وولد معمول لها اندرلاين ودبل اندرلاين، وكمان معموله بلون مختلف. لو اخترت هلو وولد ديت وحبيت اغير الكلر من هنا، هبدا اختار اي لون يناسبني او يعجبني للكلمه، اختار من هنا لون، تمام. طيب عايز اعلم عليها، هعمل حاجه اسمها هايلايت، اجي من هنا واختار مثلا لون معين اهو، كاني بعمل هايلايت، تمام. ممكن دلوقتي اختار الهايلايت باللون دوت واروح مثلا على دي. خلي بالك الهايلايت ستيل موجوده، فانت لازم تعمل ستوب هايلايتنج، ستوب هايلايتنج عشان تقدر تتحكم في الماوس، تمام. طيب انا مش عاجبني ديت، اقدر اعمل ايه، كلير فورماتنج، كلير فورماتنج، تمام. فاصبحت عندي دلوقتي ايه 2016 ديت اخترتها كده، وهعمل لها ايه كلير فورماتنج. طب والهايلايت، الهايلايت لازم ارجع كده واقول له نو كولر، نو كولر. ايه بقى كلير فورماتنج دي؟ كلير فورماتنج ان احنا بقى اول ما بنفتح الوورد باي ديفولت بيبقى ده كليبر وده 11، تمام، كليبر وده 11. لو جينا نعمل كنترول ان عشان افتح دوكيمنت جديد، هي دي الديفولت اللي عندي، دي الديفولت اللي عندي، تمام. طبعا نقدر نغيرها، نغير دي. لو انا قعدت اشتغل دلوقتي مثلا سي، مثلا كتبت باي ذا نيم اوف الله، اخترتها وبدات اكبر الحجم شويه، عملت لها تنسيق ان هي تكون في النص، غيرت اللون زي ما انا عايز، وممكن طبعا اختار التنسيق اللي هعمله كمان شويه، ان انا اخترت التنسيق زي دوت خليتها كبيره شويه، اخترت فونت تاني من الفونتس اللي انا لسه جايبها دلوقتي وليكن الفونت ده، وبعد كده عايز كل دوت اعمله ارجع تاني في اللي انا عملته، فاختار ده كله وادوس كلير فورماتنج. كل الكلام هيتمسح الفورماتنج عليه، انما هتفضل باي ذا نيم اوف الله، كلمه بسم الله هتفضل، بس هرجع لكليبر وهرجع ل 11، تمام. طيب لو انا دلوقتي عايز اروح لهلو وورلد، تمام، اروح لهايلايتنج، اتفقنا يعني ايه هايلايتنج. تشينج كيس، يعني ايه تشينج كيس؟ كلمه هلو وورلد لو اخترتها كده، وعندي هنا حاجه اسمها تشينج كيس، تشينج كيس لو دست عليها كده فبيقول لي اول حاجه سنتس كيس. يعني ايه سنتس كيس؟ الحرف الاولاني في الجمله بس هو اللي كابت، حرف الاولاني بس، حرف الدبليو ما بقاش كابت. طيب لو جيت تاني لور كيس، كل الحروف كابيتال، العكس طبعا ابر كيس كل الحروف كابيتال، اسف هنا اللور كيس كل الحروف سمول، ابر كيس كل الحروف كابيتال. كابيتالايز اتش وورد، يعني حضرتك كل كلمه اولها حرف كابيتال، العكس توجا كيس اول كده الاول حرف سمول والباقي كله كابيتال، تمام. يبقى انا كده قدرت اعمل كل الحاجات اللي مطلوبه مني في الجروب اللي اسمه فونت. لو رجعنا لكلمه باي ذا نيم اوف الله وحضرتك وصلناها كده، عندي حاجات جاهزه فين؟ في الكي في الـ في الـ في, الـ في علامه الاي ديت اللي هي الارتس،
تكست ارت. فانا لما اخترت تكست ارت في حاجات جاهزه، كل ما هختار اي واحده من دولت هيتطبق عليها. ايه اللي بيتطبق عندي؟ الفونت اللي انا بكتب بيه الفونت الداخلي لونه اسود. طب الفونت الخارجي او اللون الخارجي للحرف ده اسمه اوت لاين. يعني حضرتك دلوقتي الخط ده اسود واللون الخارجي ليه ممكن اختاره مثلا وليكن لون ازرق او لون موف مثلا. تمام؟ يبقى دلوقتي انا هختار، هكبر شويه الحجم بس عشان ايه يبقى ظاهر قدامي. هاجي من هنا واختار من هنا واختار مثلا اللون اللي انا هكتب بيه واللون الخارجي. يعني هكتب بنفس اللون واللون الخارجي كمان هيكون نفس اللون. طيب ممكن كمان اختار شادو. شادوينج يعني ايه؟ ظل. فلو جيت مثلا دلوقتي اخترت الكلام دوت كده، اتجاه الشمس جاي من ورا الكلام، كده اتجاه الشمس جاي من قدام الكلام، كده اتجاه الشمس جاي من ناحيه ثانيه، وبعمل ظل للكلام. اقدر اختار كل دوت وارجع هنا اشيل الظل عشان نو شادوينج، عشان اعمل الريفركشن او الانعكاس، انعكاس الكلام، انعكاس كلام كده كأن الكلام قدام مراية طبعا. وعندي حاجة اسمها جلو او توهج، جلو او توهج حوالين الكلام او حوالين الاحرف. لو انا كاتب مثلا ارقام وليكن مثلا 1 2 3، اي رقم اخترت الرقم واجي من هنا للرقم انماط ستايل، اقدر اختار اي ستايل. يعني مثلا لو اخترنا الشكل ده هيبقى شكله زي بالظبط ما حضرتك اخترت من هنا النمط. تمام؟ طبعا الليتشر او الجيتشر دي خاصه بالحروف اللاتينيه. تمام؟ طيب ليه كلمه الله غلط؟ لان طبعا ايه لازم تكون كابيتال، الايه لازم تكون كابيتال. جميل. طيب انا عايز اعمل حاجه تانية، انا هقف على باي ذا نيم اوف الله، اختارها كلها وهبدا دلوقتي اعمل، هدوس على فونت دي واروح على تكست فورماتنج. تكست فورماتنج بيقول لي هنا اللون الداخلي ايه والاوتلاين ايه، اللون الداخلي والاوتلاين. انا مثلا هختار من هنا اللون الداخلي، اقدر اعمل نوفل يعني لونه هيكون ابيض، او سولد زي ما احنا بنختارنا من هنا اللون واحد، او اقدر اعمل جريدنت فيل، اقدر اختار مجموعه من الالوان، مجموعة من الألوان. ده عندي أربع ألوان، أقدر أدوس كده وأخليهم خمسة، وأقدر طبعا أخليهم أقل. يعني مثلا لو دوست كده أدوس على ديت كده لغيت وخليتهم بالشكل ده. طيب اللون دوت اختار الشكل اللي أنت عايزه أو اللون اللي حضرتك محتاجه، وهنا أختار لون تاني وليكن مثلا أروح هنا وأختار اللون ده وأجي هنا كذلك الأمر، وليكن مثلا اللون دوت. بقى ده التدريج بتاع الالوان، واقول له اوكي. ده شكل الكلام كده، اقول له اوكي. بص الكلام بقى بالالوان اللي حضرتك اخترتها اتجاهها، جيت كده تكست افكت، طبعا هنا عاملين جريدنت او تعبئه متدرجه اتجاه الكلام ايه الدايركشن بتاعها، تقدر حضرتك تختار الشكل اللي انت عايزه. لو اخترت كده بقى الالوان الاربعه اللي انت اخترتهم جايين من اليمين للشمال او من الشمال لليمين او من فوق لتحت زي ما حضرتك عايز. اخترنا كده واقول له اوكي، واقول له اوكي. بقى الكلام الالوان الاربعه اللي حضرتك اخترتهم من اليمين الى الشمال. طيب ده بالنسبه للون الداخلي. لو انا مثلا جيت للون الداخلي تكست افكت وخليته نو فيل، في الحاله ديت حضرتك تروح بقى للتكست اوت لاين، وحضرتك ممكن تعمل فيه برضو تعبئه متدرجه، ممكن نختاره الوان ثانيه. مثلا لو وقفنا هنا واجي من هنا هختار مثلا اللون الازرق، هنا اللون الاصفر، اللون الاخضر، اقول له اوكي، اقول له اوكي. هيبقى دوت الايه التاثير اللي حضرتك عملته. طيب انا دلوقتي مثلا ما بحبش الكليبر دوت، فوقفت هنا، انا هقف هنا وادوس انتر وهدوس كلير فورماتنج عشان ارجع للكليبر. ودلوقتي كتبت مثلا كلمه مايكروسوفت،
وورد 2016 اخترت دي كده وانا شغال هنا اخترت الفونت اللي انا هشتغل بيه حرف الفي الفونت اللي انا عايز اشتغل بيه مثلا وليكن ده تمام والحجم يكون مثلا 12 تمام دوت كده واقول له اوكي ده كده هقف عليه اختار كده وليكن مثلا ممكن نختارنا دوت او نختار مثلا دوت كده وحجمه يكون 12 وهاجي هنا واقول له ايه set as default يقول لي للدوكيمنت دي ولا all document سي مثلا all document وthis document واقول له اوكي لو انا قلت له all document وقلت اوكي كل ما هاجي افتح الوورد هيتفتح لي بعد كده بايه بدوت لما هاجي دلوقتي افتح new هيتفتح لي بايه بالفونت ديت مش لازم يكون الفونت اللي انت اخترتها اللي هي الكليبرد و11 و10 تمام كده احنا قلنا كل حاجه الحمد لله في الجروب اللي اسمه فونت فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله.